أسعد الله مساءكم بكل خير، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من والله أعلم. بنرحب باستقبال كل أسئلة حضراتكم واستفساراتكم لفضيلة الدكتور على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، سواء الاتصالات التليفونية أو الرسائل النصية الاسم اس، وطبعا أي سؤال لحضراتكم على صفحة والله أعلم على الفيسبوك. في البداية برحب بفضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة. أهلا بكم. أهلا وسهلا. أهلا بفضلك. مرحبا. نبدأ بمجموعة من الأسئلة الموجودة معنا على الاس ام اس، رقم آخره 02، بيقول السلام عليكم، سؤالي عن شهادات الاستثمار 3 سنوات ثابتة الفايدة، هل هي حلال أم لا؟ وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. لما استعمل الناس الأوراق النقدية كان ولا بد من ضبط حركة هذه الأوراق في المجتمع، والأوراق النقدية لم تكن مستعملة بهذا الاتساع في الزمن النبوي ولا فيما بعده. كان يستعمل كوسيط للتبادل بين الناس من أجل جريان المعاملات الذهب والفضة. فلما نشأت، لما جاءت البنك نوت اللي هو الأوراق، خاصة بعدما تحررت من الذهب سنة 1970، أصبح ولا بد من إنشاء البنوك ومن الاستثمار بهذه الطريقة التي تكون في مصلحة المجتمع في كله، وفي مصلحة الفقير الذي حرم الله الربا من أجله، من أجل ألا يضيع هذا الفقير. أوجب علينا الزكاة وحرم الربا. ولذلك فمعاملات البنوك الحديثة خاصة في مصر بعد صدور قانون 2003 في الجهاز المصرفي أو 2004، في الحقيقة أنها لا علاقة لها بالربا المحرم، وكل تعاملاتها بما فيها شهادات الاستثمار ثابتة العائد هي من قبيل الاستثمار الحلال الذي لا شبهة فيه. الناس وهي تقرأ وهي تفهم تعتقد أن هذا قرض، وهذا خطأ، هذا ليس قرضا، هذا ادخار. أذهب إلى البنك أضع فيه أموالي من أجل أن يستثمرها، مش أن أنا بسلفه. ما فيش أبدا، البنك ما بيقولش سلفوني، ده أنا اللي بروح. وساعات ما تأخذنيش في الكلمة، ببوس فوق إيديه أنه يفتح لي حساب وأنه يقبل مني الفلوس. ما فيش قرض هنا، ده البنك هو جهة استثمار المدخرات. ولما يعطي البنك أيضا للآخرين حتى يستثمرها، ما بيدولهمش سبهللة كده، يعني مش سايبها كده مفتوحة على البحر أبدا، ده بيدي بشروط وبدراسات جدوى وباستثمار يجعل هذه الأموال تقلف في المجتمع، وبضمانات مش سهلة، يعني بضمانات من ناحية، وبشروط أن يدير حركة العمل والإنتاج من ناحية أخرى. ولذلك عناصر الإنتاج الأربعة بتشتغل بموجب البنك. ولذلك رحنا عاملين حاجة اسمها البنك المركزي حتى يكون ضابطا ورابطا لسائر البنوك العاملة. تلاقي البنوك العاملة عددها 40 ولا بتاع كده، فوقيهم البنك المركزي اللي بيدي تعليمات واجبة النفاذ، بيقول له هتطلع قد ايه احتياطي، هتطلع قد ايه تستثمره عند الناس، هتخلي قد ايه سيولة عندك. ده نظام بقى، ده مش قروض يا اخوانا، ولا علاقة له بالقروض. في بعض الاخوة لا، هو مش شايف كده، شايف الامور زي ما عم حسنين البقال بتاع زمان، انه هو بيديله مبلغ قرضه وبعدين بيزوده 100 وبياخده 105. لا، دي عملية وليست اجراءات، مش اجراء بسيط، دي عملية مركبة في النهاية بتصب لصالح المجتمع، في النهاية بتصب لصالح الفقير، في النهاية بتصب فيما لو أوقفناها إلى ذات الربا بقى. عارف الربا إيه هو؟ إنه ما يبقاش فيه بنوك. يعني الربا إنه ما يبقاش فيه بنوك، فيحصل إيه؟ يحصل ارتفاع في الأسعار، فمحدود الدخل اللي دخله 1000 جنيه في الشهر
يروح يلاقي اللبن غلي ويلاقي اللحمة غليت علشان يوكل ابنه ويرضعه ولا يوكله، يلاقي الألف جنيه تسوى لها 500 من بتوع السنة اللي فاتت، والألف جنيه تسوى لها 250 من بتوع السنة اللي قبلها. هو ده. طيب والدولة هتعمل ايه علشان تقلب الدنيا؟ تطبع فلوس، فيبقى هو ده الربا، طباعة الفلوس في غير حاجة وبغير سياسة، هو ده عين الربا اللي هو إرهاق الأسواق، اللي هو ارتفاع الأسعار من داخل النظام النقدي إلى آخره. فالله يخليكم، التكييف أهم حاجة في الفتوى. صحيح. والناس اللي بتقول البنك حرام بيكيفوا غلط، واخد بالك؟ أصل المجامع قالت، مجامع إيه؟ مجامع قالت 1964، ومجامع قالت بعد كده، وهم مش مدركين إلى الآن كبار هؤلاء المجامع بيفاجئوا إن لا علاقة للبنك نوت بالذهب. يقولك مش دي غطاء ذهب يا أخي، يا أخي الكلام خلص أديله 45 سنة. فحرام اللي احنا بنعمله ده، بيفكرني مثل ما حرمنا الصورة 100 سنة ورجعوا قالوا لا الصورة حلال. وكان في ناس بتحرم التلفزيون، والتلفزيون ده فوتونات ومضات، ما هوش صورة ولا حاجة، ما هوش تمثال يعبد، واحنا ظاهرين دلوقتي على التلفزيون. وقعدنا 200 سنة واحنا بنحرم القهوة علشان اسمها خمرة، القهوة كلمة قهوة احد اسماء الخمر، والناس دلوقتي تستغرب قهوة معناها خمرة في اللغة العربية. ايوه. ولذلك المشايخ لما راحوا قالوا ايه رأيك في القهوة يا مولانا؟ قالوا حرام يا ابني. الشيخ صح ان القهوة التي هي بمعنى الخمرة اللي هي المسكرة حرام. وفضل طب قال له طب ما تشربها؟ قال له ولا اعوذ بالله انا اشرب الخمره. لغايه ما جه واحد من علماء الازهر وحبس 10 من الفجر لغايه الظهر وهو يسقيهم في القهوه دي، وهو ما يشربش علشان خايف لحسن تكون، فلقى العيال بتصهلل ومركزين جامد قوي طلبه العلم. قال الله دي بتدي عكس البتاع دي حلال. شغلانه طويله خلت الحاكم في تركيا الخليفة ده هو يصدر قرار بتحريمها، ثم يصدر قرار بإجازتها، ثم يصدر قرار بتحريمها، ثم يصدر قرار بإجازتها، كل ده عشان التكييف غلط. علشان التكييف غلط. الله. واحنا ما مرناش بحاجات زي كده. مرينا والله، والله مرينا، وادي دول مثالين. نعم. فقط لا غير. يعني انا عايز اقول لسيادتك ان التطبيق للشريعة حدثت فيه صحيح. تجربة، بلاش أخطاء يا عم، تجربة تعلمنا بقى. البنك زي كده. تفضل. لا تفضل يا مولانا، تفضل مع حضرتك. لا خلصت أنا اللي عندي. بارك الله فيكم مولانا. طيب عشان معنا مجموعة من التليفونات من توكلنا على الله. بسم الله. يعني. أستاذة هناء اتفضلي يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام، أهلا بك. كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك بخير. ممكن أكلم دكتور؟ طبعا يا فندم، حضرتك على الهواء. تفضل يا فندم. السلام عليكم يا شيخنا جليل. انا كنت عايزه اسال معلش سؤالين. اول سؤال بالنسبه لاسماء الصور، صور القران، هل يا ترى الرسول هو اللي قال على اسمائها بوحي من الله سبحانه وتعالى، ولا اتسمت كده مثلا سوره البقره سوره البقره، الملك سوره الملك؟ يعني التسميه دي جت من دي حاجه. ثاني حاجه، الترتيب بتاع الصور، هل الرسول قبل ما يموت هو مثلا اللي رتب ترتيب المصحف اللي احنا بنقعد نقرا فيه، ولا ده ترتيب الصحابه، ولا ترتيب ايه؟ معلش اطلت عليك. بالعكس يا فندم، نشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. استاذه اماني اتفضلي يا فندم. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. انا اماني والدة عمرو صديق البرنامج. اهلا اهلا وسهلا. هو فين عمرو؟ مش باين ليه بقاله فتره. لا هو مسافر دلوقتي. فبسلم على الدكتور علي جمعة وعلى حضرتك وطنط مها وطنط ياسمين وكل البرنامج. الله يخليك. وكل سنة طيبين. وحضرتك صحة والسلامة. الله يخليك. كنت عايزة بس ممكن سؤال كده. هو كان مرة بيقول لي، هو دايما بيسمع السؤال ان الرسول بيظهر في الرؤية، فبيسأل هو بيظهر نور ولا كشخص؟ وممكن لو هو بيظهر كشخص ممكن حد يرسم تقطيع وشه ولا حرام؟ حاضر. ده سؤال عمرو.
ده سؤال عام. في سؤال حاضر برضه تاني، في تفضل. معلش حضرتك، في انا كنت سألت مرة على كلمة الزنا، فهو الدكتور قال لي ان هو الاجنبية، فقول لي قال لي اجنبية يعني من بلد تانية ولا اجنبية يعني ايه؟ قلت له لا، يعني في واحدة غريبة عنه بيخرجوا مع بعض وفي علاقة بينهم يعني. قال طب ازاي الواحد لما يحب يتجوز يتعرف على اللي هيتجوزها هما مش بيخرجوا مع بعض؟ ما هو لازم يعرفوا هيفاول مع بعض ولا لا. فانا ما عرفش صراحه ارد عليه، يعني اقول له ايه؟ انا قلت له انا هناخد الاعداديه وبعدين نفكر في موضوع الجواز ده يعني. ده عمرو يعني افهم حضرتك ان هو بيسأل يعني ازاي مش لازم هو يخرج مع الواحده الاول ويعرفها عشان يتجوزها، هو سؤاله كده صح؟ فده حلال ولا حرام بالتالي؟ ايوه، طيب عشان عمرو انا مركز قوي. الزنا حاضر. هو عايز يعرف يعني، عشان عايز بيقول دايما لما اكبر هعمل كذا، فانا عايز اعرف ده حرام ولا حلال. فانا قلت له ناخد الاعداديه وبعدين نفكر في موضوع الجواز ده يعني. ربنا يخليه لك يا رب ويجي بالسلامه ان شاء الله. كل سنه طيب. شكرا لحضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. الاستاذه ياسمين اتفضلي يا فندم. استاذه ياسمين. الو استاذ محمد. ايوه اتفضل يا فندم، بعتذر. ما فيش حاجه، اتفضل. اكلم الشيخ سيادتك على الهواء. يا سيد محمد اتفضل. ايوه، انا كنت عاوز اسال حضرتك عن حكم الاسلام في شركه المضاربه. يعني مثلا واحد داخل براس مال، واحد داخل بمجهود، ايه حكم الاسلام في الموضوع ده؟ وبعدين في حاجه كان بيقولها لي الراجل اللي عاوز يشاركني بالمجهود ده، بيقول لي ان تلت لصاحب المال وتلت للمكان وتلت للراجل اللي بيعمل مجهود، فهل دي ليها اصل في الاسلام ولا لا؟ حاضر، شكرا. يا اشكرك يا استاذ محمد. أستاذة ياسمين، مفيش أستاذة ياسمين؟ طيب نطلع لفاصل بعد إذن الدكتور، وبعد إذن حضراتكم، وتكون الإجابات بعد الفاصل إن شاء الله. خليكم معنا.